الشرف، السادة والسيدات أعضاء المجلس، السادة أطول وجماعة السلطان، السادة وسائل الإعلام، السيدة الرئيسة، قبل ما ندخل المداخلة ديالي، بغيت نهنيكم ونهني الفيسبوك ديالكم على المؤتمر الناجح ديالكم، وكذلك بغينا نهنيو العمدة ديالنا السيدة فاطمة الزهراء على التربوع ديالها على الحزب، فهنيئا لكم. السيدة الرئيسة، قبل ما ندخلو للمناقشة بغينا نشوفو الوضعية المالية ديال جماعة السلطان، ماشي هكا تتكون السيدة الرئيسة الوضعية المالية ديال جماعة السلطان. خصنا بعدا الطابلو ديال المداخل ديال جماعة السلطان هو الأولى السيدة الرئيسة، ما غاديش يجيو دابا هاد الناس اللي مكلفين لينا بالمالية ويجيبو لينا هاد الشيء. منين جانا؟ حنا على الأقل هاو حطينا الله يجازيه بخير السي مباري المصاريف ديال التسيير، هادي حاجتين فيها، ومنين جانا هاد الشيء؟ الله يعلم. هادي الأولى السيدة الرئيسة. ثانيا بغينا نعرفو الفائض ديال 2022، واش باقي مبرمج في داكشي اللي تبرمج فيه اللي برمجو المجلس في 2022 أو لا؟ هنا ما فهمتش، يعني شي أمور ماشي هذا هو، ماشي هذا هو اللي جينا اليوم السيدة الرئيسة. هذا فائض اللي من 22 ل 23 نرجع بهذا العدد هذا، وكي قلتي حنا كنفتخروا بهذا الفائض انه دخل الجامعة ديال تاسلطان. منين دخل الجامعة تاسلطان وشناهي المشاريع اللي غادي تسطر لهذا الفائض؟ ما غاديش يمكن لينا اليوم نسطروا فائض في جلسة. السيدة الرئيسة، مقترحات ديالكم على عينينا ورأسنا كرئاسة، ما عندناش مشكل، لكن باش نجيو لهذا الفائض بهذا العدد ونقولوا اليوم بأننا بغينا نشخصوا وبغينا نعطيو الرأي ديالنا في إطار باش نحطوا هذا الفائض، ما هادشي يا السيدة الرئيسة. ثانيا في الجلسة ديالكم الأولى ديال الافتتاح بعد ما رفعتوها قلتوا لينا راه غادي نتوصلوا بالفائض بعد ما تشرع عليه السيد الخازن، ياك السيد الرئيس؟ كان على المفروض على الأقل يكون عندنا باش حنا نجيبوا هاد المقترحات، ودابا حتى التأشيرة ديال السيد الخازن ما عندناش، هذا ديالك السيدة الرئيسة مشكورة، لكن ديال السيد الخازن ما عرفنا واش كاين نيت ولا ما كاينش. إذن هنا دائما الله يجازيك بخير، حنا ما كنقزموش راه والله إلا علينا، أقسم لك بالله إلا علينا خصنا نشوفوا أمور لهاد الشيء هذا كيفاش غادي تمشي هاد الجماعة. ولكن لأساس يا السيدة الرئيسة راه هو التقرير ديال اللجنة المالية، وهذا هو الخطير دروك، أننا ما عندنا تقرير ديال اللجنة المالية، ما عرفناش الفائض ديال 22 واش بقى مبرمج في داكشي اللي برمج ليه المجلس، احنا دخلنا في 23، الطابلو ديال المداخل. وشكرا للسيدة الرئيسة. شكرا سي مسكيني. بالنسبة للسؤال الأولية، السؤال الأخر هو بطبيعة الحال لو كتسول بعض الناس اللي هما عند الاختصاص كيقول لك بأنه راه باقي خدمة ما بداتش فيهم، وراه غادي يمشي يخدموا في هذوك باش يجيبوا البرد إلى كتصعب ويسخن الحالة جدا. دابا هاد الطريق اللي هو دجا تكلمنا له بدرجة أول، الدرجة الأولى هو الطريق ديال زمران، ديال زمران الوردة، راه حالة حالة، دابا ولا عليها الضغط، وهي دابا ولات هو المسلك، المسلك يعني اللي ولاو كيستعملوا الناس، راه بحال خاصها تعاود فيها الخدمة الأولانية، راه في واحد الحالة يقول لك واش تحفظ، كل هذيك الخدمة اللي كانت دار راه خاصها تعاود، وطبيعة الحال يعني كنتمنى من السي النائب وزير التدريب يدير واحد باش يجي واحد المعاينة شفت هاد الطرقات الحارقة حتى إلا بدا اليوم، يعني تشكيلات مش غادية وصفة نهائية، راه لابد يعني يتقال المشكل لأنه يتقال العلم أنه يكون شي خدمة بهذه الطريقة، لأنه عليها الضغط، الخدمة اللي كانت دار في كادر أولية مازال ما بداش أشغال فيها، وهكذا. الطريق زيان موسى سي زمران راه كارثة هي اللي يكون المقاييس خاصة إلا سنة الشتاء الخرابية، راه باقا تصالح الاستعمال، وحنا كنعرفوا الناس اللي كتدوز كتسلك هذاك المسلك الفيلا المشاريع اللي كاينه تما راه في الحقيقه يعني اقرب وقت ممكن يعني خاصه الطرق اللي هما جوهريه. شكرا. للبرمجه ديال السيد الاستاذ اعضاء المجلس الجماعي للبرمجه الفائده 2022.
ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.